بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله مع بعض هنشوف برنامج انديزاين، برنامج متخصص في عمل المجلات. هو برنامج سهل وبسيط وبيوفر ادوات كتيره جدا، اسهل. وبرنامج متخصص في عمل المجلات، يعني لو حد يعمل مجله المفروض يعملها بانديزاين. في برنامج تاني اسمه مايكروسوفت بابلشر، بس امكانياته لا تقارن ببرنامج انديزاين. انديزاين بيتيح لي ان انا احط كل صور فوتوشوب والاليستريتور والوورد والبي دي اف جوه ملف واحد، بحيث ان هو يطلع لي مجله دسمه فيها كل المعلومات اللي انا عايزها. طيب دلوقتي هنبدا مع بعض نشوف فايل نيو دوكمنت او بوك او لايبراري. خلينا نقول دوكمنت. بيقول لي انت عايز الحاجه دي للطباعه. طيب ايه اللي هيحصل فرق بين الطباعه والويب والديجيتال بابلشنج؟ البرنت هيديني ان انا اطبع لتر A4 A3 A5، ده مقاسات الورق اللي احنا بنطبعها. لو قلت له ويب هيجيب لي مقاسات الويب 800 في 600، عندي 1024 في 768، في مقاسات كتيره موجوده. ممكن اقول له ديجيتال بابلشر بابلشنج، ده هيجيب لي ايباد ايفون، عايز تطبع اندرويد. هقول له انا عايز برنت عادي، اقول له انا عايز A4، ده مقاس الورقه العاديه اللي في ورقه الطباعه. تمام، ورقه A3 بتبقى الضعف، A5 بيبقى النص. طيب النمبر اوف بيجز، انت عايز كام صفحه؟ خلينا نقول 5. هتبدا بصفحه كام؟ ممكن تكون انت مثلا عامل كتاب فكل فصل ليه من صفحه كذا صفحه كذا، فانت تبدا تشوف هتبدا بصفحه كام. في عندي اختيار اسمه فيسنج بيجز، ده بيخلي الصفحتين قدام بعض. تمام، خلينا نقول اوكي بالشكل دوت، الصفحه دي قدام الصفحه ديت. تمام، زي ما الكتاب بيبقى موجود كده، ده كتاب بالانجليزي. تمام، لان اول صفحه الغلاف الناحيه دي، لو بالعربي المفروض هيبقى الناحيه دي. طيب ازاي اخليه بالعربي؟ ده الاختيار دوت لازم تكون انت عندك مسطب الانديزاين ام اي اللي هو خاص بالشرق الاوسط وخاص باللغات العربيه. هتلاقي هنا اختيار بيقول لك عايزه من اليمين للشمال ولا من الشمال لليمين. لو ما عندكش امكانيه تسطب الاصدار دوت، ممكن تجيب تمبليت يكون معمول بالشكل العربي وهيشتغل معاك عادي. تمام، طيب لو انا قلت له لا انا مش عايزها فيسنج، اوكي خلينا نختار عدد من الصفحات مش صفحه واحده عشان يبان معانا التاثير. فايل نيو دوكمنت، ممكن اقول له خليها 5 مثلا او 4 وشيل الاختيار دوت. اوكي، هتلاقيهم حطوهم ورا بعض، ما حطوهمش قدام بعض. اقول له فايل نيو دوكمنت، اقول له انا عايز 5 صفح، عايزهم A4، ده المقاس ممكن تعدل فيه. ده عايزها افقي ولا رأسي، لاندسكيب ولا بورتريت. عايز كام صف في الصفحة؟ ممكن نقول صفحتين، 2 كولوم، 2 عمود. خلينا نقول له اوكي ونشوف التأثير. الصفحة بقت متقسمة الاتنين، بحيث تبدأ تعمل التكست والصور تقسمه على ناحيتين. فايل نيو دوكمنت. تمام، الهامش بتاعك هيبقى قد ايه؟ ممكن تقول لا انا مش عايز، هو الاصل ان هو لما بيتغير في واحد بيتغير في كله. ممكن تقول لا انا عايز اغير في التوب بس، في اليمين بس، زي ما انت عايز. تمام، طيب خلينا دلوقتي نقول له انا عايز ابدا برنت، عايز ابدا 6 صفح مثلا، عايزهم يبقوا قدام بعض، عايزهم A4. تمام، اوكي كده هو بدأ يعمل لي الصفحة بتاعتنا. تمام، طيب لو انا عايزك تكست بسيطة خالص، هقول له تكست وابدأ اكتب. تمام، طيب بفرض ان انا عندي تكست كتير شوية بالشكل دوت. تمام، لو انت ما عندكش كلام تكتبه، ممكن باجي هنا في edit لي اوت، في ان هو يملا لي الصفحه، بس الواحد نسي مكانك منه ما استخدمهاش كتير. فيل ويز بليس هولدر تكست، بيكتب لك اي تكست. تمام، ايه اللي حصل؟ انا كتبت كميه معلومات كتير قوي، فجاب لي علامه زائد. علامه زائد دي معناها ان في كلام كتير لسه مش مكتوب، لسه مش ظاهر معايا. اجي هنا اقول له افتح لي هنا،
انا دلوقتي ليه ان انا اكتب في اي مكان تاني، هكتب في الصفحه اللي بعديها. دي ميزه كويسه جدا ان انا اخلي الكلام مترابط مع بعض، بحيث ان انا لو عدلت في صفحه وفي كلام تاني الكلام ده يتنقل للصفحه اللي بعديها. لو انت شغال على برنامج مثلا زي فوتوشوب، كتبت في كلام معين وخلص الكلام وحبيت تضيف، هتلاقي نفسك مضطر ان انت تروح لكل صفحه من الصفحات تعدل فيها، فده كان بياخد وقت ومجهود. لا هنا اول ما بتزود معلومه، يعني انا لو جيت هنا تمام وجيت زودت شويه كلام، اوتوماتيك هو بيرحل الكلام للصفحه اللي بعد كده. لو جيت شلت الكلام اوتوماتيك هو بيريحني من الموضوع دوت، ان انا اعمل الشيك اشوف في كلمه ناقصه. مثلا لو في الفوتوشوب كنت تكتب مثلا تكست هنا، هتلاقي انت قلت لحد هنا، طب زودت سطرين، هتلاقي السطرين دول مش ظاهرين معايا، فبضطر ان انا اقعد اكبر المربع اشوف هنقله واخدهم كوب بيست للصفحه التانيه. طيب انا دلوقتي عايز اعمل ترقيم تلقائي، ترقيم تلقائي تمام للصفحات. انا هاجي هنا في الايماستر واقول له تكست، وابدا اقول له لازم الاي ماستر. ايه حكايه الاي ماستر ديت؟ الاي ماستر ديت اللي بيتكتب فيه بيظهر في كل الصفحات تمام. يعني لو جيت هنا كتبت مثلا اي كلمه ورحت كل الصفحات، هتلاقي الكلمه دي مكتوبه فيها. فالاي ماستر بيوفر عليا ان انا اكرر نفس الكلام، يعني ممكن احط صوره بيظهر في كل الصفحات. خلينا دلوقتي نشوف موضوع الترقيم التلقائي، لان فعلا انا استريحت جدا لما اشتغلت بيه. كرنت بيج نمبر تمام، هو كتب لي ايه تمام، ايه ده رمز، يعني مش ما ينفعش اجي تكست واروح كاتب حرف الايه، لا ده رمز اللي هو الترقيم التلقائي. لما اجي هنا الاقي ده 3، الاقي ده 5، فده كان بيسهل عليا كتير جدا في الشغل بتاعي تمام. وممكن لو انا عايز احط صوره، خلينا نحطها في الاي ماستر تمام. هقول له انا عايز احط صوره اهو الاداه ديت الريكتانجل فريم تول، واجي انا من فايل هقول له اعمل لي بليس، واروح مختار اي صوره، خلي اختار مثلا صوره صغيره شويه ديت تمام. الصوره في جزء مش ظاهر فيها تمام، لان انا عندي كذا نوع، ممكن ان انا اروح مكبر مقاس الصوره بحيث ان الباقي يظهر اهي، اسحب كده الصوره تظهر. طب لو انا مش عايز كده، انا عايز الصوره تاخد المكان ده بس، اعمل ايه؟ اروح معلم على الصوره واجي هنا هلاقي اختيار عندي اسمه فيت كونتنت تو فريم تمام، فجاب لي الصوره دي بس. طيب انا لما حطيتها هنا بدات تظهر في كله، ليه؟ لان انا حاططها في الاي ماستر. لو انا جيت حطيتها في صفحه من الصفحات العاديه، هتظهر بس في الصفحه ديت تمام. ف هتلاقي شويه ادوات كتيره، وان شاء الله نبدا نشرح كل حاجه في ميعادها، ونبدا نشوف امثله عمليه. والله المستعان.